أعتقد المشكلة إن لما امرأة بتعتقل وبتتحط في السجن، دي مش حاجة شخصية، هي تعتبر زي رمز، سهل الضغط على ستات تانيين، سهل إن هي تكون عبرة لتخويف للتخويف للتخويف. ف يعني من معلوماتي إن في جهود داخل البلاد ومن منظمات خارج مصر عشان تتابع الحالات دي وتحاول إن هي تشوف السند قانوني ليهم. طيب يعني كيف يمكن الضغط على السلطات المصرية من قبل المنظمات الدولية؟ أعتقد إن في تقارير زي اللي حضرتك ذكرتي، تقرير أمنستي، أعتقد إن القوى السياسية داخل البلاد مش في، أكيد ما حدش عايز نيجاتيف بابليستي، ممكن يكون في عدم إدراك للي بيحصل على مستوى المعتقلات في الجهات السياسية العليا. فأعتقد لما هو في تعتيم أيضا إعلامي على في الموضوع، يعني ما تعتيم في حدا من إعلامي الإعلام المصري عم بيتحدث عن وضع المعتقلات أيضا بالسجون. أكيد، بس في ظل الظروف الحالية ما فيش حاجة اسمها إعلام محلي، أكيد إعلام زي اللي موجود حاليا من بلاد أخرى بيوصل لمصر، مش لازم يكون إعلام من داخل مصر. ف يعني في ظل التعتيم الحالي ممكن يحصل بعض زي كنترول سيستم، بس على المدى الطويل أعتقد إن ده مش ولكن يعني من طريقة كلامك بتبين انه ما في ضغط دولي فعلي ما فيش بالوقت ضغط الحالي، كافي. يعني وضع النساء اللي بالسجون او حتى اللي عم بيمارسوا حياة سياسية وضعهم صعب. وضعهم أكيد صعب حاليا، وأعتقد إن دي مش من أولويات الحكومات الأخرى، أو إن هي المنطقة فيها ظروف صعبة حاليا. فأعتقد في ظل دور مصر السياسي في المنطقة يمكن دي مش من الأولويات المناقشة للأسف.